السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. مشاهدينا الكرام، تحية طيبة للجميع. حالة الطقس بالمغرب خلال يوم غدا الأحد 22 شتنبر، نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي إخواني الكرام متواصلة في المرج وأخذ الحيطان الحضار، فما زالت الاضطرابات الجوية متواصلة مع احتمال رياح قوية إخواني الكرام على الأقاليم الجنوبية للمملكة. وبالنسبة إن شاء الله ليوم الأحد في الفترة الصباحية يتوقع، قبل أخذ التفاصيل إخواني الكرام بغيت نربي عليكم، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة، الله يجزاكم بخير. والآن إلى التفاصيل. يتوقع فترة صباحية تساقطات مطرية على الداخلة ربما وجدور وكذلك الجنوب الشرقي في الفترة الصباحية على الساعة 7 تقريبا، تساقطات مطرية على فمزقيد وزقورة وطاطا، مازالت الأمطار متواصلة. طاطا عرفت سيول قوية ومازالت الأمطار متواصلة فيها حتى يوم الأحد إخواني الكرام، المرج أخضر حيطاتي والحضارة. فترة بعد الزوال اضطرابات جوية متواصلة على بوجدور وكذلك ربما تصحح منطقة سمارة وربما قلميم غرب أو شرق قلميم، قد تعرف بعض المناطق تساقطات مهمة، كذلك على مناطق طاطا وإغرم وتافراوت فمزقيد وتازناغ أمزميز وكيمدن إمنشانوت، وتساقطات مهمة على تبانت وأزيلا لبني ملال وزود الشيخ وخنيفرة، بعض الأمطار متفرقة وسكور مداز إفران، قدر تصب تقدر ما تصبش، ربما تكون بعض تنشنيش، ربما تعطي بعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة. ذلك الجنوب الشرقي أمطار قد تكون غزيرة وعاصفية، تقدر تعطي بعض المناطق بحال وجدو بركان بعض التساقطات المطرية قد تكون غزيرة محليا. باش نتوجهوا جهة الشمال الدريوش وإساك وأكنو إساكن، احتمال يكون بعض التساقطات المطرية المتفرقة أحيانا هنا ولهيه، المهم تكون بعض العواصف الرعدية تقدر تصب في الدواوير أو المناطق أو الجماعات القروية وليس بالضبط في المناطق إخواني الكرام أو المدن بالضبط، لأنها تكون متفرقة والصعب التكهن بها. بالنسبة كذلك بعد الزوال فالأمطار متواصلة على بعرفة والرشيد والجنوب الشرقي مع انخفاض في درجات الحرارة، والاضطرابات الجوية ما زالت متواصلة بشكل قوي إخواني الكرام في المرجو أخذ الحيطة والحذر. ما زالت كذلك الاضطرابات الجوية الفترة على الساعة قرب الرابعة مساء ما زالت متواصلة على أوسرد وكذلك مناطق الداخلية للصحراء، كذلك تساقطات مطرية على ربما المناطق القلميم والزاق والمناطق السمارة، بعض التساقطات المطرية المتوقعة بحول الله، كذلك المناطق طاطا وفم مزقيد وآشت وزاقورة ورزازات وربما تبانت واختراق بعض السحب الضعيفة على مراكش، قد تعطي بعض القطرات أو بتنشنيش أو الضعيفة محليا. بالنسبة كذلك لقلميم وكذلك الرشيدية والريش وتبانت والمناطق قرامة وميدلت، مع احتمال ان شاء الله استمرار بعض الزخات الضعيفه كذلك والزخات الرعديه تكون ممتازه وتبانت. فنشر اداريه مزات متواصله على مناطق الجنوب الشرقي والجهه الشرقيه والهضاب العليا الشرقي وزاقوره وكذلك الاقاليم الجنوبيه المملكه، خصوصا مناطق السماره واوسترد اخواني الكرام والداخله، وهذه المناطق ما زالت فيها نشر اداريه من المستوى برتقالي اخواني الكرام، فالامطار ما زالت متواصله اخواني الكرام على تلك المناطق بشكل قوي اخواني الكرام على مناطق الداخله واقليم اوسط، قد تصح بوشطر وربما العيون بعض الاضطرابات الجويه وقلميم او شرق قلميم وليس بالضبط ان تكون في قلميم بل المناطق المجاوره، كذلك مناطق مراكش المرتفعات المجاوره لها وكذلك اوكيمدن وانزيز وكذلك ورزازات وتبانت الرشيدية ومرزوقة، مازالت الاضطرابات على الرشيدية وميدلت. ان شاء الله سنعطيكم تراكمات الامطار ان شاء الله متوقعة، فقد تصل تراكمات الامطار اخواني الكرام في هذه المدة المتبقية بين 20 و50 مليمتر اخواني الكرام في بعض المناطق قد تكون متفرقة احيانا. وتحية طيبة للجميع، لايك متابعة فالمرج مشاهدة الفيديو الاخير لكي نلقي نظرة ونعطيكم بعض التفسيرات المهمة إخواني الكرام. 250 هكتوباسكال كما تشاهدون، هناك تيار كما تشاهدون تيار قوي اللون الأبيض في الطبقات العليا للجو، لذلك هذه الأمطار فهي متمركزة كما تشاهدون بشكل على المناطق الجنوب الشرقي وكذلك شمال الأقاليم الجنوبية المملكة والجنوب المملكة، وصعب بادي التيارات النفاثة صعب أن تصل الاضطرابات الجوية للمناطق الشمال المملكة كما تشاهدون أو المناطق الجديدة وخريبكة والصويرة والدار البيضاء، فصعب جدا، زائد هناك مرتفعات الأطلس تمنع ذلك إخواني الكرام، فإن كما تشاهدون هناك تيارات نفاثة باللون الأبيض كما تشاهدون يعني في الطبقات العليا فوق 250 هكتوباسكال، يعني أدت إلى عدم دخول بعض الاضطرابات ربما بعض المناطق الشمالية، لكن احتمال ضعيف ربما تدخل بعض الجبهات الشرقية. وبالنسبة للمناطق الجنوب الشرقي فليست معنية بالتيارات، لذلك فالأمطار محتملة بشكل كبير، وكذلك الزائد هناك جبال ومرتفعات في هذه المناطق، مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والصغير، كذلك الزائد أكادير، هناك أكادير كذلك هناك صعب أن تصل بعض الاضطرابات الجوية بسبب أن موقع
جاف وسط الجبال، وذلك فإن تكون غالبا تكون في غرب أو شرق أكادير تكون تساقطات، أما بالنسبة لأن هناك يجب أن تكون منخفضات أطلسية قوية لتؤدي الأمطار على سوس، ومع وجود تيارات نفاثة زائدة لسلاسل الجبال فصعب أن تصل بعض الاضطرابات، ربما تتسلل، مع ذلك كان الاضطراب جد قوي وتعرف التسلل بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة على المناطق الساحلية، فغالبا تكون الجبال الشرقية أو المناطق الشرقية الجبلية أو الشرق المتوسط أو غرب تكون أمطار جد قوية، بالنسبة للغرب المتوسط أو الأطلس فتكون ضعيفة شيئا ما لأن بسبب العواصم المدرية تأتي من الصحراء الكبرى. إخواني الكرام، كان فقط هذا مجرد توضيح. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة سنلقي نظرة عليها مشاهدينا الكرام. بداية من الأحد فالأمطار مازالت متواصلة والنشرة الإنذارية من السبب البرتقالي مازالت متواصلة. خلال يوم الاثنين أجواء عموما ستعود إلى الاستقرار مع ظهور هذا البلوك الجميل والرائع لا يبعد علينا إخوان الكرام، فيؤدي إلى استقرار الأجواء كما تشاهدون. سنرى خلال الأيام القادمة مع احتمال بعض الزخات الرعدية الضعيفة على المرتفعات. بالنسبة لتوقعات الأيام البعيدة المدى، احتمال تستمر بعض العواصف الرعدية الأقاليم الجنوبية المملكة على أقصى الأقاليم الجنوبية على أوسر. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة احتمال ربما فهذه التوقعات نسبيا بعيدة. يوم الخميس ربما تعرف بعض المناطق الشمالية بعض الأمطار الضعيفة أو المتفرقة والسحب الكثيفة أحيانا. بالنسبة ليوم الجمعة كذلك ربما تعرف المناطق الشمالية بعض الأمطار الضعيفة بسبب بعض الجبهات الأطلسية، قد تؤدي بعض التساقطات المطرية المحتملة الضعيفة. أما خلال يوم السبت فالأجواء نسبيا ما زالت مستقرة يوم السبت، والتوقعات البعيدة ما زالت تشير لاحتمال أن تبقى الأجواء مستقرة مع احتمال ربما عودة بعض العواصف الرعدية. هذه التوقعات نسبيا ما زالت بعيدة وقابلة للتغيير على وكيم دن أوزميز إيمن جانوت وكذلك مناطق إيمل شيل وكذلك مناطق قايت باها ويساقن إن شاء الله ومناطق وكيم دن أوزميز وإيمن جانوت وتبانت وخريب غرب وما تعرفوا بعض التساقطات المطرية. فالمرجو أخذ الحيطة والحذر إخواني الكرام بالنسبة لتوقعات تراكمات الأمطار اللي عرفتها المملكة إخواني الكرام خلال الأيام القادمة. عرفت تراكمات جد مهمة 12 ساعة و24 ساعة القادمة، تراكمات جد مهمة متوقعة بإذن الله لآخر الأيام، فهي مجرد تساقطات مطرية محتملة قوية على مناطق الجنوبية المملكة وكذلك شرق أقليم وشمال أقاليم جنوب المملكة وكذلك الجنوب الشرقي، فما زالت الأمطار متواصلة على تلك المناطق. مشاهدينا الكرام، كان هذا آخر تحديث النموذج الأوروبي إخواني الكرام، إلى اللقاء.